ايه في الامتحان النهارده؟ الحمد لله فرنساوي جاي متوسط يعني مش سهل، بس مش سهل، جاي نوعا ما صعب. امتحان الفرنساوي كان سهل، ما كانش فيه مشاكل. الالماني اخباره ايه؟ لا الالماني الحمد لله كان سهل يعني، كان في متناول الايد يعني. لا الا فرنساوي يعني جاي في امتحان طالب متوسط، في اسئله سهله واسئله متوسطه واسئله صعبه، يعني هي متنوعه وده المفروض يحصل يعني، بس الامتحان حلو فيه يعني تكات صغيره بس مش اكتر. لا هو بصراحه النهارده الامتحان كان زباله خالص وكان صعب جدا. النهارده كان كويس جدا وفي اللي هو مستوى الطالب المتوسط. كان امتحان ايه؟ وكان امتحان الفرنساوي، امتحان الموطنية كان فيه لف شوية وكان صعب شوية. الألماني الامتحان كان في مستوى الطالب فوق المذاكرة يعني نسبة 80%، كله محتاج واحد يعني فوق المتفوق بكتير، و 20% امتحان سهل بس 80% طبعا نسبة كبيرة. الحمد لله امتحان الإيطالي كان سهل الحمد لله يعني، ما جاش فيها صعوبات. التربية الوطنية مالها؟ لا جت صعبة الصراحة. التربية الوطنية بقى ما فهمتش حاجة، بقى قعدنا نألف كلنا. كان إيه اللي صعب فيه؟ كان الجرامير في اليمين، الايميل كان فيه تكات السيف يعني نصنا ما عرفناش نحل يعني ما جاتلناش كتير. الالماني كان الايميل والقطع بتاعه اللي هي الاختيارات والصح وغلط كانوا صعبين جدا. كانت سهله، كانت سهله، كانت حلوه. امتحان الفرنساوي كان في مستوى الطالب الايه؟ متوسط. المتوسط كان في مستوى الطالب المتوسط واقل كمان من المتوسط. المتوسط اه في ناس تقدر تحله وفي ناس لا، في ناس ممكن في حاجات تقع منهم. كان في غش في اللي جاي؟ لا كانش في غش حتى التربية الوطنية كمان. لا اللجان كانت شدة. اللجان؟ لا اللجان كانت يعني صارمة يعني كانت شدة. لا في الأول كانت شدة في الفرنساوي عشان دي مادة أساسية فشدين فيها شوية، لكن التربية الوطنية يعني دي ما بتضافش المجموع فمهدين الدنيا شوية بس مش أكتر. كانت شدة جدا جدا، ما كانش فيه أي غش خالص. لا اللجان كانت يعني هي شدة، ما كانش فيه حد بيغش خالص.